خلونا واحنا بنتكلم على قناة السويس ما ينفعش ما تاخدهاش حتى من الجانب التاريخي، لأنه هي ملحمة حقيقية بكل المقاييس. ملحمة حفرها في القرن ال19 ده على سبيل المثال، ملحمة تأميمها في القرن العشرين 1956، ملحمة إعادة فتحها يعني ما بين الغلق في 67 وحتى إعادة الفتح في 75، ملحمة شق القناة الموازية قناة السويس الجديدة، ملحمة التعميق أنت بتتكلم كل هذه الملامح كانت بعرق وبجهد وبمعاول وبأيدي وبماكينات وبكراكات المصريين وبس. خلونا ناخد هنا دكتور جمال شقرة، الأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، أحد أهم خد بالك بقى، أنا لو صح تعبير يعني مش عارف في التاريخ يصح قول العلماء أو الباحثين الكبار البارزين في هذا العلم المهم جدا ألا وهو التاريخ وبالذات تاريخ حديث. أهلا بيك يا دكتور جمال. اهلا وسهلا وبشكرك مره تانيه. لا يا فندم ما تشكرنيش، انا دايما هقول لحضرتك هو انا طول، ربنا يخليك. يا رب يخليك يا دكتور. انا مجرد باحث يا استاذ يوسف في علم التاريخ، ربنا يخليك. ده تواضع العلماء كما جرت العاده يا دكتور. دكتور جمال، كنا بنتكلم على فكره قناه السويس هي ملحمه مصريه من وقت الحفر الأول في القرن ال19 وحتى هذه اللحظة، ومرت بمحطات. كيف يرى دكتور جمال شقرة هذه الملاحم المتعاقبة أو هذه المحطات المتعاقبة في تاريخ القناة؟ يعني خليني أقول لك أنه الشخصية المصرية العظيمة سمة من أهم سماتها التحدي، وسمة من أهم سماتها الصبر والقدرة على الإنجاز، وسمة من أهم سماتها أيضا الوقوف إلى خلف الحاكم إذا ما وجدوا أنه بيعمل لمصلحة البلد. الأمر الثاني المهم أنه الله سبحانه وتعالى وهب مصر موقع مهم جدا بين البحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر، ووهبها النيل العظيم، ولذلك هيرودوت قال أن مصر هبة النيل، والحقيقه انه مصر هبه النيل وهبه المصريين. صح، في آن واحد الانسان المصري الذي يتصف بالذكاء تفاعل مع هذه البيئه العظيمه وهذا الموقع العظيم، وكانت عيونه دائما على نهر النيل، والعلاقه تربط بين البحر الاحمر والنيل ثم بين البحر الاحمر والبحر المتوسط لتدعيم عملية التجارة وتأمين موقع الاستراتيجي لمصر. ولذلك يعني من ملوك مصر العظام يمكن في الأسرة الـ12 سيزوستريس، سونوسيرت الثالث مثلا. يعني سونوسيرت الثالث هو أول من فكر في حفر قناة، وهنا بس قناة تصل البحرين الأحمر المتوسط بطريق غير مباشر عن طريق النيل، وكان هدفه دعم عملية التجارة المصرية. وهذه القناة بالمناسبة يعني أثرها لا تزال موجودة بالقرب من السويس. في زمن الاحتلال الفارسي أيضا يعني عندنا ده قبل كده حتى في نخاو سنة 610 قبل الميلاد فكر أيضا في نفس المسألة، ولما جه الملك دارا احنا على فكره هنلاقي تفاصيل كتيره جدا قبل الميلاد ومحاولات سواء من الفرس او من الرومان لاستغلال هذا الموقع الاستراتيجي وربط البحر الاحمر بالنيل بالبحر المتوسط. هنلاقي يعني اسماء كتيره وهنلاقي تواريخ كتيره لغايه ما بيجي الخليفه عمر بن الخطاب والوالي عمرو بن العاص وبيفكر ايضا في حفر القناة اللي هتسمى قناة أمير المؤمنين. وهنا على فكرة لازم أقول ملاحظة مهمة قوي يا أستاذ يوسف. اتفضل يا فندم. إنه تاريخ مصر ارتبط بتاريخ قناة السويس، سواء حتى القناة القديمة أو القناة الحديثة، والصراعات التي دارت في الشرق الأوسط أيضا ارتبطت بقناة
السويس. يمكن اقول لحضرتك ان الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور امر بردم القناه سنه 760، ولما تشوف الامر ده ليه صدر، حتى لا تستخدم القناه في نقل المؤن والعتاب الى اهل مكه والمدينه اللي كان فيها ثوره ضد الخلافه العباسيه. شوف هنا تاريخ بعيد قوي، ولكن الصراعات في المنطقه مربوطه بقناه السويس. لما بيجي نابليون بونابرت بيحمل معاه علماء الحمله، مهندسين فكروا ايضا في ربط البحرين الاحمر والمتوسط، يمكن وقعوا في خطأ هندسي عدلوه بعد ما رجعوا، وعرض المشروع على محمد علي، لكن محمد علي تخوف ان يؤدي هذا حطم القناه الى بصور جديده في الشرق الاوسط، ولذلك رفض. وان كان يعني محمد علي حياه لجزء من القناه القديمه، الى ان ياتي ديليسيبس، وديليسيبس يعني مغامر راسمالي ياتي ويعرض على الباشا سعيد باشا الامتياز، ويعرض عليه فكرة حفر القناة. وهنا بقى نتوقف عند حاجتين، عند مرحلة بتسمى في التاريخ مرحلة النهب الاقتصادي الاستعماري لمصر، ونتوقف عند الخداع المصري اللي مارسه ديليسيبس حتى يمنح مصر الامتياز المجحف، الامتياز الاول الخاص بحفر قناه السويس. ونتوقف ايضا عند يعني قدره الشعب المصري، وزي ما حضرتك قلت تماما ان ملحمه كبيره كان بطلها الحقيقي ليست الاموال التي جمعت وليس ديليسيبس، وانما البطل الحقيقي في هذه الملحمه هو الشعب المصري. صحيح. الفلاح المصري الذي حفر القناه بادوات بدائيه للغايه، ودفع الثمن باستشهاد 120 ألف فلاح مصري دفنوا في رمال القناة. يمكن قبل ما أكمل عايز أقول لحضرتك أنه القناة ستضيف إلى موقع مصر أهمية استراتيجية، ولذلك العبقري جمال حمدان وصفها بأنها نبض مصر، نبض الحياة في مصر. الحفلة الشهيرة اللي عملها الخديوي اسماعيل وتم افتتاح القناه سنه 1869 لفتت انظار العالم، ولفتت انظار كل القوى الراسماليه في العالم الى اهميه هذه القناه اللي ربطت البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر. لكن بتطور الاحوال وبيع مصر للاسهم وابتزاز الشركه شركه قناه السويس للعائد من القناه، وصلنا الى انه هذه الشركه اصبحت دوله داخل الدوله في مصر، ومن ناحيه اخرى لا تستفيد مصر من هذا العائد الضخم. صحيح. بمقاييس هذه الفتره. ولذلك امم جمال عبد الناصر القناه في ملحمه اخرى عظيمه جدا. صحيح. في 26 يوليو 1956. وهنا من الوثائق ومن اوراق عبد الناصر الحقيقه ومن أرشيف منشيت الباكري عايز أقول لحضرتك أنه تأمين القناة لم يكن أبدا رد فعل على رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي، وإنما هذه الفكرة وجدت في أوراق عبد الناصر وفي ذهن عبد الناصر منذ قيام الثورة، وهي فكرة قديمة أيضا، يعني حلم من أحلام المصريين أن هم يأمموا القناة قبل مجيء ثورة 23 يوليو، لأنه عمل وطني محض، يعني عودة القناة إلى أصحابها الطبيعيين، وده في حد ذاته شيء مهم جدا. دكتور جمال أنا عايز أشكرك جدا 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 على إعطائك الوقت ده لينا، وأتمنى تاني أجدد طلبي بل ورجائي وأمنيتي إن حضرتك تنورنا داخل الاستوديو نتكلم حبتين على ملاحم مصرية حديثة، وده شيء مهم جدا. كل الشكر لدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث.